السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل طريقه عمل بوكيه الورد. هنعمل عندي هنا مربعات قد بعضها كلها. هنعمل لكم طريقه عمل ورده بالدباسه. يلا بينا عشان نبتدي. هنرش هنا معانا ورقه فوم، هنثنيها كده. هنحط هنا كده دبوسين دبوسين في ريح بعض كده، وهنسيب مسافة صغيرة. اهوت هنسيب مسافة صغيرة وندبس. كده شوفوا اهي، بصوا البتاع اهي متدبس الورقة. هنقوم عاملينها كده، شايفين؟ عايزينها تبقى كده بالظبط. هنقوم بقى عاملينها ازاي؟ مدبسينها من هنا مش من هنا. هنساوي الطروف على بعضها كده. اهوت كده. هنساوي الطرف ده الاخر على ده. شوفوا الحركة دي كده، مقلبين الوردة كده. هنقوص على المسدس الشاب، هنقوسها على مسطر الشمع كده. يلا بينا عشان نعمل اللون التاني. هعمل اللون ده. هنسيب حتة صغيرة ونقوم مدبسين الأخرى كده. عاملين كده. اهوت اهو. ودي التانية اهو. نعملها احنا، هنعمل الدندرة. اهو اهوت كده. هنقوم عاملينها كده. اهم حاجة الحركة دي على فكرة، الوردة مش هتبقى وردة. هنساوي كده على الناحية دي الأخرى، وهنعمل كده. هنقوم في الحتة اللي احنا سايبينها دي، تنزل لتحت. هنقوم منزلينها بالمقص وحاسبه الورقة تبقى صح اهو كده. هعمل الخل ده عشان انا اهو
وهعمل البيضة دي. اهوت عملت دولت وهعمل هقوصهم وهعمل الاثنين دولت وهقوصهم على مسدس الشمع وارجع لكم. هنقوص دي هنحطها كده على مسدس الشمع. اهوت كده ما تسيبوهاش جنب لانها بتنحرق. اوقات تكويسها سهل جدا. ولو عايزين اعلمكوا عادي بس اعلمكوا هتبقى بايخ. هنلزق عندي هنا الكورة هلزقها في قلبها. شوفوا لما كواصل ده شكلها جميل ازاي. هنحط فيها اللي هو القرطاس اللي في الصباع ده. اهو وهعمل باقي الورود وهرجع لكم. ورجعت لكم يا اصحابي بعد ما خلصنا كل الورود. عندنا هنعمل طبعا القرطاس دلوقتي. نرسم الورود دي كلها على جنب. عندنا هنا قطعتين من الفلين لزقتهم في بعض وخلصتهم كده شكل ما انتوا شايفين كده الشكل البيضاوي او المربع ده. وهنعمل القرطاس ده مع بعض. هنلزق اهوت. هنعمل القرطاس هنوسعه كده. اهو كده هنقيس على مقاس ده. هنقيس عليه ونضيق عليه عشان يبقى على الاقل. اهوت هلزقه على ده وهلزقه كده وهلزقه وارجع لكم. اهوت يا اصحابي عملنا القرطاس بتاع الورده. حطيت هنا الفلين حتتين الفلين فوق بعض. هنحط الورد بقى. اهوت يا اصحابي هنرص البوكيه بتاع الورد. انا حطيت هنا كده فيها خله سنان علشان هننسق هنلزق كده الورود دي. هنلزق دي وبعدين هنجيب مثلا اللون اللي هو ده. كده هنلزق الحمرة. دي هنا هنحط اهو هنحط مثلا هنا الخضرة دي وبعدين هنلزق
عندي هنا 3 ورود شبه دومنا حطيت فيهم خلال سنان و نلزق مثلا دي هنا ايه عشان دي هنا فاحنا هننقلبها هنحط الكلامب الاول اهو هنلزق دي كمان هنا وهنحط دي هنا اهو هنحط الحمرا دي هنا اهو اهو وده يكون شكل البوكيه الورد بعد ما خلص كده. طبعا لو الفكره عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وشير تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. طبعا لو عايزين تغيروا الخامات براحتكم خالص ممكن تعملوا الورد ده بالقماش كوخ بيبقى جميل جدا وممكن تعملوه بالستان هيبقى تحفه برده او تعملوه بالفكره اللي انا عملتها لكم على المكوه تبقى تحفه. طبعا واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.